مديني شرط اف داش اظهر من زيرو يعني نيجاتيف. اف داش نيجاتيف يعني انا عايز حاجه بيحصل لها ديكريس. اف دبل داش بوستر يعني انا عايز حاجه تبقى كونفكس داون. ايه الكيرف اللي بيحصل له ديكريس وكونفكس داون؟ هو الكيرف الاولاني. اذا الاجابه نمبر ايه؟ السؤال اللي بعده مديني كيرف بتاع الاف وبيقول لي all the following statement are true except. نشوف الجملة مش صح. الكيرف دوت كيرف بتاع الفانكشن اف، اف داش اوف نيجاتيف 3. عايزين نجيب الكيرف بتاع الاف داش الاول. الاف داش لو انا بحوله نمبر لاين، الاف داش بيجي من فيرست ديريفيتيف، بيحصل ديكريز لحد النيجاتيف 2، يبقى هنا نيجاتيف، بعد كده بيحصل انكريز لحد الزيرو، بعد كده بيحصل ديكريز لحد التو، بعد كده بيحصل ديكريز لحد الثري سوري، وبعد كده بيحصل انكريز لبعد الثري. يبقى لما يقول لي اول علاقه اف داش اوف نيجاتيف 3 ده بالنيجاتيف، بلس اف داش اوف 3 دي بزيرو، نيجاتيف بلس زيرو اصغر من زيرو، العلاقه صحيحه. اف داش اوف نيجاتيف 1، نيجاتيف 1 موجوده هنا يعني دي بوستر. اف داش اوف 1، 1 موجوده هنا يعني دي نيجاتيف، والبوستر اكبر من نيجاتيف، اذا دي صح. العلاقه الثالثه اف داش اوف نيجاتيف 2 بزيرو، واف داش اوف 0 بزيرو، تطلع العلاقه بزيرو برضه دي صح. العلاقه الاخيره اف داش اوف نيجاتيف 2 ده بزيرو، واف دبل داش اوف 0، الزيرو هنا اللي هي النقطه دي. طب الاف دبل داش بيجي عن طريق الدي بوينت، دي لوكال ماكسيمم. لوكال ماكسيمم يعني الاف دبل داش بتاعتها هتطلع نيجاتيف. هل الزيرو اصغر من النيجاتيف؟ لا، يبقى العلاقه الاخيره هي العلاقه الخاطئه. الاف دبل داش اوف زيرو عشان دي ماكسيمم المفروض هتطلع ايكوال نيجاتيف. السؤال اللي بعده opposite figure represent function f then f dash negative امتى؟ برضه بنتكلم على ال f dash، فانا هرسم number line بتاع ال f dash. ال f dash بيجي من first derivative، ادي ال 0 وادي ال 1 وادي ال 2 وادي ال 3 اللي هو بيحكي عنه. طيب ال f dash الاول في increase ما بين ال 0 وال 1، في decrease ما بين ال 1 وال 2، في increase ما بين ال 2 وال 3. هو بيقول لي f dash negative، negative ما بين ال 1 والتو، تطلع الإجابة نمبر إيه؟ مديني فانكشن هندور على الإف داش، الإف داش بتاعتها آدي العلاقة بيحصل لها ديكريز لحد النيجاتيف 2، يبقى هنا نيجاتيف، ومن نيجاتيف 2 لحد ال 1 بيحصل إنكريز يعني هنا بوستر، وبعد ال 1 بيحصل ديكريز يعني هنا نيجاتيف. العلاقة الأولى إف داش أوف نيجاتيف 2، نيجاتيف 2 بزيرو، العلاقة دي صحيحة. إف داش أوف نيجاتيف 1، نيجاتيف 1 موجودة هنا فبوستر، فالعلاقة دي صحيحة. هنا بيحصل decreasing، decrease يعني الفانكشن بتقل، يعني لو هنا 3 وهنا 4 ف f of 3 لازم تطلع أكبر من f of 4، وهو بيقول لي كذا، أو f of 5 ماشي بيتكلم على 5 نفس الكلام، يبقى برضه علاقة صحيحة. f dash of negative 4، negative 4 موجودة هنا يعني بالنيجاتيف، و f dash of negative 5 هنا برضه بالنيجاتيف، مفيش حاجة تقول إن ده أكبر من ده ولا ده أصغر من ده، هما الاثنين بالنيجاتيف، فالعلاقة الأخيرة أكيد هي العلاقة اللي غلط. الفانكشن the curve of the function has two inflection points. The opposite figure represents the curve of، عشان يطلع فيه two inflection point عايزين الكيرف ده، هل كيرف اوف واي ولا كيرف اوف واي داش ولا كيرف اوف واي دبل داش ولا حاجة تانية؟ تعال نتخيل كده عشان نشوف الإجابة الصحيحة بتاعتي. لو أنا قلت ده واي دبل داش، الواي دبل داش لما أجي أحولها لنمبر لاين، الجزء اللي تحت هيبقى بالنيجاتيف، والجزء اللي فوق الإكس أكسس هيبقى بالبوستر. هنا عند النيجاتيف 1 كان تحت فهنا نيجاتيف، طلع فوق لحد هنا ال 2 فهنا بوستر، نزل تحت لحد هنا شايف دي تقريبا 7 ايا كانت يعني، فدي هتبقى نيجاتيف، طلع فوق هيبقى بوستيف، اذا ده كونفكس اب
كونفكس داون، كونفكس اب، كونفكس داون، يبقى دي واحد، ادي اتنين، ادي تلاته، هيبقى عندي تلاته انفليكشن بوينت، وده ما حصلش. اذا ان هي واي دبل داش دي غلط. طيب تعالى نتخيل ان ده واي داش بس مش واي دبل داش. تعالى نتخيل ان الكيرف دوت بتاع الواي داش، ولو هو الكيرف بتاع الواي داش بنرسم الواي دبل داش ازاي؟ بنرسم الواي دبل داش من الفيرست ديريفيتيف، في انكريز الاول لحد بوينت يبقى ده بوزيتيف، ثم في ديكريز لحد بوينت تانية فده نيجاتيف، ثم في انكريز يبقى ده كونفكس داون، كونفكس اب، كونفكس داون، ادي واحده انفليكشن، ادي اتنين انفليكشن، اذا تنفع يبقى ده الكيرف بتاع اف داش، وتطلع الاجابه نمبر بي. السؤال اللي بعده، اوبوزيت فيجر ريبريزنت ذا كيرف اوف ذا ديريفيتيف، الشكل اللي قدامي دوت بتاع الكيرف بتاع اف داش. طب عليها بوينت اسمها نيجاتيف 1 و سوري 2 ونيجاتيف 1، عليها بوينت اسمها 2 ونيجاتيف 1. طب هو مديني اف اوف اكس ايكوال اكس باور 3 بلس 2 اي اكس باور 2 بلس بي اكس بلس 1، ولو جيت اجيب اف داش هتطلع 3 اكس باور 2 بلس 4 اي اكس بلس بي. البوينت دي موجوده على الكيرف ده، فاقدر اعوض عنها قيمه الاف داش بنيجاتيف 1 وقيمه الاكس ب 2، فدي هتطلع 12 ودي هتطلع 8a بلس بي، معناها معايا 8a بلس بي ايكوال نيجاتيف 13. ادي ايكويشن. اقدر استفيد برضو كمان من العلاقه بتاعت الاف دبل داش، لو انا بجيب العلاقه بتاعت الاف دبل داش فبتيجي من الفيرست ديريفيتيف، الكيرف بيحصل له ديكريز يعني نيجاتيف، ثم انكريز يعني البوزيتيف، هنا عند التو يعني التو هنا انفليكشن بوينت، يبقى انا البوينت دي انفليكشن، انفليكشن يعني هجيب اف دبل داش واسويها بالزيرو، اف دبل داش هتطلع عباره عن 6 اكس بلس 4 اي اسويها بالزيرو واقعد عن اكس ب 2، فتبقى 12 بلس 4 اي ايكوال زيرو، يعني الاي بقت بنيجاتيف 3. لما الاي بنيجاتيف 3 واعوض في الايكويجن الاولانيه هنا تبقى البي بقت ايكوال نيجاتيف 13، ودي هتطلع نيجاتيف 24، هتروح الناحية التانية فهتطلع البي ايكوال 11. يبقى الكيرف بتاعي اف اوف اكس بقى اكس باور 3 2a اللي هي بقت نيجاتيف 6 اكس باور 2 بلس 11 اكس بلس 1، هو طالب مني اف اوف 1، اف اوف 1 لما اعوض عن الاكس 1 فتبقى 1 ماينس 6 بلس 11 بلس 1 تطلع 13 ماينس 6، تطلع الاجابة ايكوال 7، تطلع الاجابة نمبر سي. الكيرف اللي قدامي كيرف ستريت لاين ال تاتش ذا كيرف اف داش ات اكس ايكوال 2، اول حاجه عايز اف داش اوف 2، اف داش اوف 2 يعني البوينت اللي موجوده على الكيرف دي، البوينت اللي موجوده على الكيرف دي اف داش اوف 2 قيمه الاف داش بتاعتها بكام؟ الاف داش بتاعتها هتطلع هي قيمه الواي بتاعت الستريت لاين ال 2 وكام؟ لو انا عوضت في الايكويشن بتاع الستريت لاين عن الاكس ب 2 فهتبقى 4y ايكوال 6 بلس 12 اللي هي ايكوال 18، فالواي هتطلع 18 على 4 اللي هي 4.5، فتطلع الواي ب 4.5 يعني قيمة الواي داش 4.5. طب عايز اف دبل داش اوف 2، اف دبل داش يعني عايز قيمة السلوب، السلوب بيجي من الفيرست ديريفيتيف يعني ايكوال تان سيتا، تان سيتا او قيمه الواي داش، فانا هعمل ديريفاتيف للايكويجن 4y ايكوال 3x بلس 12، انا عايز قيمه الواي داش، فلما اعمل ديريفاتيف تبقى 4y داش ايكوال 3 يعني y داش ايكوال 3 على 4 اللي هي 0.75، وتطلع الاجابه نمبر B. الكيرف اللي قدامي كيرف اوف اف داش، لو انا حولته النمبر لاين بشوف هو فوق ولا تحت، كان تحت الاول ثم طلع فوق، فضل فوق لحد النقطه اللي هنا اللي ده كان بوستر، ثم نزل تحت تاني، اذا انا عندي ديكريز ثم انكريز ثم ديكريز. هو بيسال ذا كيرف اوف ذا فانكشن هاز لوكال ماكسيمم عند الاكس ايكوال كام؟ لوكال ماكسيمم عند الاكس ايكوال 6 اللي هي كانت البوينت اللي موجوده هنا، يبقى الإجابة نمبر دي. والكيرف هاز لوكال مينيمم عند الإكس اللي موجودة في الأول خالص هنا، الإكس إيكوال
نيجاتيف 3، يبقى الاكس ايكوال نيجاتيف 3 لوكال مينيمم والاكس ايكوال 6 لوكال ماكسيمم. الكيرف اللي قدامي الكيرف بتاع الاف داش لو انا حولته لنمبر لاين نفس الفكره، دي بوينت نيجاتيف 5 ودي بوينت 1 ودي بوينت تقريبا ايكوال 7. الاف داش كان فوق الاكس اكسس فهيبقى بوستيف، نزل تحت نيجاتيف طلع فوق بوستيف، نزل تحت نيجاتيف يبقى انكريز ديكريز انكريز ديكريز. بيقول لي كل الستيتمنت صح ما عدا واحده، تعال نشوف مين اللي واحده. قالت اكس ايكوال نيجاتيف 5 زير از ماكسيمم فاليو، اه في ماكسيمم فاليو يبقى صح. اف دبل داش اوف 1 اكبر من 0، ال 1 هنا لوكال مينيمم، لوكال مينيمم يعني الاف دبل داش بتاعتها هتطلع بوزيتيف يعني اكبر من 0، العلاقه الثانيه صح. قالت اكس ايكوال 7 زير از مينيمم فاليو، ال 7 في مينيمم فاليو؟ لا العلاقه دي غلط، هي في ماكسيمم فاليو. الفانكشن decreasing من نيجاتيف 5 لنيجاتيف 1، العلاقة دي صحيحة، يبقى العلاقة الوحيدة اللي غلط هي العلاقة نمبر سي، يبقى أنا هختار الإجابة نمبر سي. الكيرف اللي قدامي كيرف بتاع اف داش لو أنا حولته لنمبر لاين نفس الفكرة، لما حولوه لنمبر لاين أدي الزيرو وأدي الثري، قبل الزيرو كان نيجاتيف طلع فوق بقى بوستيف طلع فوق بوستيف، إذا decrease increase increase. بيقول لي أول واحدة في لوكال ماكسيمم وما فيش لوكال مينيمم، غلط. تاني واحدة في لوكال مينيمم وما فيش لوكال ماكسيمم، التانية صح. تالتة في لوكال مينيمم ولوكال ماكسيمم، غلط. الرابعة ما فيش لا كده ولا كده، برضه غلط. إذا الإجابة صحيحة الإجابة نمبر بي. الكيرف اللي قدامي الكيرف بتاع الف داش نفس الفكرة، هحوله لنمبر لاين. نمبر لاين أنا عندي بوينت هنا عند التو وبوينت هنا عند مش شايف هنا نيجاتيف 3 تقريبا. لما أشوف بقى الكيرف هيشتغل إزاي، لما أجي أعمل الإف داش كان تحت نيجاتيف طلع فوق بوستيف، هنا بوستيف يعني هنا ديكريز ثم انكريز ثم انكريز. بيقول لي مين كلهم صح ما عدا واحده اللي غلط، اف داش اوف نيجاتيف 4 اكبر من 0، ونيجاتيف 4 المفروض تبقى نيجاتيف، اذا الاولى غلط. اف دبل داش اوف نيجاتيف 1 ايكوال 0، الاف دبل داش لما اجي احسبها نجيب العلاقه بتاعت الاف دبل داش، الاف دبل داش بتيجي من الانكريز والديكريز، كان في انكريز لحد النيجاتيف 1 في بوستيف، وبعد كده ديكريز لحد التو فهنا نيجاتيف، وبعد كده انكريز يعني في بوستيف نيجاتيف بوستيف. هو بيقول لي اف دبل داش عند النيجاتيف 1 ايكوال 0، العلاقه دي صحيحه. اف دبل داش عند ال 1، ال 1 اللي موجوده هنا اصغر من الزيرو، برضه العلاقه دي صحيحه. اف دبل داش اوف نيجاتيف 2 اللي هي بزيرو، اف دبل داش اوف نيجاتيف 2 سوري اللي هي بوستيف، نيجاتيف 2 اللي هي بوستيف لانها موجوده هنا، مضروبه في اف دبل داش اوف 3 اللي هي بوستيف، يبقى بوستيف لما تضرب في بوستيف تطلع اكبر من 0، برضه العلاقه دي صحيحه. اذا اول علاقه بس هي العلاقه اللي غلط. الكيرف اللي بعده الكيرف بتاع اف داش لما احوله لنمبر لاين، هو بيعمل كات هنا عند التو، كان فوق الاكس اكسس يعني بوستيف ونزل تحت يعني نيجاتيف، اذا بيحصل له انكريز ثم ديكريز. هو بيسال على الانكريز، يبقى الانكريز من نيجاتيف انفينيت لحد التو، الاجابه نمبر دي. الكيرف اللي قدامي الكيرف بتاع اف داش ومرسوم له تانجنت، هو بيقول لي straight line touch the curve at A و B then F double dash of A، ال F double dash of A اللي هي تعتبر equal tan theta اللي موجودة عندي. tan theta لو أنا بجيبها ال opposite اللي هو ب 6 وال adjacent اللي هو ب 4، 6 على 4 اللي هي تطلع 3 على 2. طب أنا دايما باخد الثيتا اللي بره الثيتا اللي هنا، فالثيتا اللي هنا هتبقى تبقى tan 180 ماينس ثيتا اللي جوه، فاللي هي تطلع نيجاتيف تان ثيتا، فتطلع الإجابة ايكوال
number B negative 10 C، وكانت ممكن تبقى نيجاتيف 3 على 2، تنفع تبقى كده وتنفع تبقى كده. انا باخد الثيتا اللي بره اللي هي الاوبتيوس انجل. السؤال اللي بعده، ستريت لاين بتاع اف دبل داش، عايز اف داش انكريز ازاي لما اجيب العلاقه بتاعت الاف دبل داش. الاف دبل داش هنا بيقابل عند الزيرو، كان تحت كان نيجاتيف، من عند النيجاتيف 2 ثم لحد الفور طلع فوق بقى. بص اذا الاف داش لما يقول لي الاف داش انكريز، يبقى انا بدور على اشاره الاف دبل داش بوستوف. اف دبل داش بوستوف من 0 لحد 4، فهو انكريز من 0 لحد 4. خلي بالنا اف داش انكريز اشوف اشاره اف دبل داش، لو اف انكريز كنت اشوف اشاره اف داش بس. السؤال اللي بعده، الكيرف اللي عندي بتاع اف دبل داش احوله لنمبر لاين، ان انا اشوف بيعمل كات في انهي بوينت. في بوينت هنا عند النيجاتيف 1، وهنا عند ال 1، وهنا عند ال 3. كان تحت نيجاتيف طلع فوق بوستيف، نزل تحت نيجاتيف طلع فوق بوستيف. كونفكس اب كونفكس داون كونفكس اب كونفكس داون. هو عايز الكونفكس اب، يبقى انا عندي من نيجاتيف 2 بداية الحل لحد نيجاتيف 1، ومن 1 لحد الثري، فالإجابة نمبر دي. الكيرف اللي قدامي ستريت لاين، فأقدر أجيب الإيكويجن بتاعته، أقدر أجيب السلوب بتاعته. السلوب إيكوال y2 على y1 ما x2 على x1. في بوينت هنا اسمها 3 و2، وهنا معدي على بوينت اسمها 1 و0. فلو أنا عملت 2 ماينس 0 على 3 ماينس 1 تطلع 2 على 2 equal 1، يعني الاسلوب equal 1، يعني f داش اوف x equal 1. طب امتى قيمة ال f أكبر من ال f داش؟ قيمة ال f أكبر من ال f داش لما القيمة تعدي ال 1. عند ال 2 ال f ب 1، لأنها في بوينت هنا اسمها 2 1. طب واللي بعد ال 2 كل ده ال f بتزيد بتزيد، يبقى هتزيد عن ال 1، يبقى قيمة ال f هتبقى أكبر من ال 1 في ال interval من أول 2 لحد infinite، وبالتالي قيمة ال f هتبقى أكبر من ال f داش في ال interval من 2 لحد infinite. الإجابة نمبر دي. الشكل اللي قدامي بيدور على نفس الإشارة بتاع ال f وال f داش وال f دبل داش. تعال نرسم التلاتة فانكشن. أدي ال f أول واحدة هتيجي من فوق وتحت، هي عند نيجاتيف 2، لو دي نيجاتيف 2 كانت فوق يعني هنا بوستيف، نزلت تحت لحد 2 يعني هنا نيجاتيف، وبعد كده طلعت فوق لحد الفايف يعني هنا بوستيف، وبعد كده نزلت تحت يعني هنا نيجاتيف. الاف داش، الاف داش من الفيرست ديريفيتيف يعني الانكريز والديكريز لحد الزيرو، كان بيحصل decrease يعني هنا negative، ومن الزيرو لحد ال 3.5 كان بيحصل increase يعني هنا positive، وبعد ال 3.5 بيحصل decrease يعني كل ده negative. ال f double dash من ال convex up وال convex down لعند ال 2، كان قبلها convex down يعني قبلها positive، كل ده positive، وبعدها convex up يعني بعدها negative. تعال نشوف الإشارات بتاعتي. أدي عند ال 2، أدي عند ال 0، أدي عند ال 2 هنا، أدي عند ال 3.5، وأدي عند ال 5. الإشارة هنا مش متشابهة، هنا لأ. الإشارة هنا مش متشابهة، هنا لأ. الإشارة هنا مش متشابهة، لأ. الإشارة هنا مش متشابهة، لأ. الإشارة هنا مش متشابهة، لأ. الإشارة هنا متشابهة من أول 5 لحد infinity، الإشارة متشابهة، يبقى من 5 ل infinity الإجابة نمبر دي. تلاتة كيرف عايزين نحدد مين F ومين F داش ومين F دبل داش، نقدر نحددهم من الديجري بتاع كل كيرف. أنا معايا تلاتة كيرف، الكيرف الأولاني كيرف عامل كده، فده الكيرف بتاع اكس باور 3. الكيرف التاني كيرف عامل كده، فده بتاع الاكس باور 2. الكيرف التالت ستريت لاين عامل كده، فده الاكس.
فلما اجي اوزع واي واي داش واي دبل داش، اكبر واحد ياخد الواي، اللي بعديه ياخد واي داش، اللي بعديه ياخد واي دبل داش. اذا الكيرف نمبر بي هو الاف الاصليه، الكيرف نمبر سي هو الواي داش، الكيرف نمبر اي هو الدبل داش. هو عايز الاي بي سي يبقى واي دبل داش، وبعد كده الواي، وبعد كده الواي داش، الاجابه نمبر سي. اف اوف 1 واف اوف 5 ايكوال 0، يبقى انا معايا بوينت اسمها 1 و0 وبوينت اسمها 5 و0. واف اوف 3 ايكوال نيجاتيف 3، معايا 3 ونيجاتيف 3 دي بوينت. اذا لما هرسم الكيرف بتاعي لازم يعدي على الثلاثه بوينت دول، ال 1 وال0 وال5 وال0 وال3 والنيجاتيف 3. بيقول لي الاول علاقه الاف داش، الاف داش اصغر من 0 عند الاكس اصغر من 3، يبقى لو انا بحط ال 3 هنا الاف داش هنا نيجاتيف، وثم الاف داش بوستيف عند الاكس اكبر من 3. اذا في ديكريز ثم انكريز، اذا الكيرف بتاعي المفروض يحصل له ديكريز ثم يحصل له انكريز. طب نشوف الكونفكس، اف دبل داش اصغر من الزيرو لكل مكان ما عدا الزيرو، اصغر من الزيرو يعني نيجاتيف نيجاتيف، يبقى ده كونفكس اب كونفكس اب، يبقى الكيرف بتاعي هنا لازم يبقى عامل كونفكس اب، الكيرف بتاعي هنا لازم يبقى عامل كونفكس اب. اذا العلاقه اللي تنفع معايا هي العلاقه نمبر بي.